مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة في بنا تيفي. الوصفة تاع اليوم هي كايلين باي تارت او سيترون فير. هاد الوصفة جاتنا من فلوريد اي بلو بريسيزيمون واحد لارج ارشيبال واسمو ذا كيز وين تنوض انواع كثيرة تاع السيترون فير. هاد الوصفة هي سهلة وسريعة في كاع الوصفات اللي نعرفهم، فيها كريمة فيها غير ثلاثة تواز انغريديون واللي هما 400 غرام حليب مركز محلى، لو جو تاع 3 سيترون دو تاي مويان، وزوج حبات بيض. فيها تاني اون بات سابلي، لا بات سابلي راح نخدمها بلو عشوار. فيها 250 غرام فارينا، 60 غرام سكر غلاس، زبده. الوغ في لا بات سابلي اون جينيرال نديرو زبده كونطريه، مي كوم انا حنستعمل لو عشوار معليش اذا كانت هذاك وين خرجتوها من الفريجيدار، سي با امبورطون باسكو مشحنوسيها بيدي لو عشوار راح يدير الخدمه. دوكا ناشيهم كاع انصوم. هنايا نوري لكم لا تيكستور اللي رانا نحوسوا عليها، لازم تجيكم صابلي. هنايا لو ميلونج هذا اونتر الفارينا و لو سكر و لو بور يجيكم هكا شغل رمل. سي هاد لا تيكستور كي في كو لا بات صابلي تجيكم ريوسي. دوكا في هاد ليتاب نزيد لها البيض، هو اللي راح يرجعها عجينه. دونك في هاد لا كونتيتي حبه بيض تكفيني، مي اذا جرت لكم حبه بيض تقدروا تزيدوا لها شويه فارينا، واذا البيض ما كفاش تقدروا تزيدوا لها شويه حليب. دونك جو ريبرون غير تولي عجينه تحبسوا ما تعجنوهاش بزاف. دوكا جو ديباراس. نجيب ان ريسيبيون ونكمل نطمها في لو ريسيبيون. نجيب واحد كبير على الفار. نحط لاباط فيه ونكمل نطمها بيدي. اذا شتوها طريه بزاف زيدوا لها الفارينة. انا هنا راهي ما تسحقش، راهي جات تري بيان. دوكا لازم لاباط هذه تفيلميوها وتخبيوها في الفريجيدار او موين دوميور باش تشد روحها قبل ما تحطوها في ال في في لو مول. مي انا راح ندير ديريكتومون كوم انا با فريمون طون في ستوديو، راح تعذبني شويه مي سي مانيابل سادير نقدر نخدم بها. ندير الفارينا في لو بلون ترافاي، ونيتاليها. نكتفي بهذه الكمية. هاد لي سيترون فير كانوا تري امبورطون في حياة لي مارين، كانوا ياكلوهم بكميات كبار بزاف باش يقاوموا نقص في الـ في الـ في الفيتامين سي. دايوغ اون راكونت بلي هاد لا روسيت ولا هاد لا تارت ايتي لابوري باغ لي بيشور. كيما بكم في البكري بكري في البابر ما كانش عندهم بزاف لي برودوي فري، دوكو كانوا يستعملوا هاد لا روسيت باسكو ما فيهاش لي برودوي فري، فيها حليب مركز محلى ما يخسرش كونترارمون على حليب الطازج. وهاد لا روسيت كونترارمون على لا تارت او سيترون كلاسيك لاسيديتي تاعها تكون موديري، توالم الناس اللي ما يحبوش هذاك le caractère et les contrastes à la tarte au citron classique.
voilà. نتاليها نجيب مول مول تارت نحطها هنا دونك الاد بالحليول نرفدها هكذا انا كيما خليتهاش تبرد راهي شويه طريه مي سي با غاف نسقمها ابري بيدي دونك نحطها هكا في المول هاد لو كوتي نجيبو هنا ونسي نسقم هكا بيدي ابري تخلوها تزيد تبرد في الفريجيدار نص ساعه قبل ما تطيبوها ا 180 دوغري حتى تحمر بيان حتى يحمروا نتوما شوفوا سورتو لي كوتي كي يحمروا لي كوتي خرجوها نحي هكذا هادي نخلوها اذا بقات لكم خبوها في الجدار تشد لكم سيو سقموها بيديكم هي اذا عطيتو لها وقتها يعني خليتوها في الفريجيدار قبل ما تخدموا فيها تجيكم سهله ما تعذبكمش كاع فوالا دوك غادي نطيبها 180 دوغري حتى يحمروا لي كوتي انا جبت معايا وحده واجده دوكا جو ديباغاس ونديرو لا كريم لا كريم كيما قلت لكم فيها غير 3 انغريديون وما تطيبوهاش كاع سي ديريكتومون تحطوه فوق لو فون دو تارت اللي كون طايب وراهي واجده كما قلت لكم فيها 400 غرام تاع حليب مركز محلى وزوج حبات بيض ولو جو تاع 3 سيترون مي انا راح نستعمل غير نصف الكميه دونك عندي غير حبه بيض ou le jus à 3 citrons verts. On va mettre un bleu fouet. Qui marque comme l'osfa d'arrow à les pêcheurs, le bois brûlé parce que maintenant je les produits frais. Par contre, mais la bonne chose, est-ce que quand ils déroulent la pâte, mais le tête ou là, et quel genre de topping qu'ils utilisent? Est-ce que c'est la crème fouettée? Est-ce que c'est la crème glacée ou là la meringue? Ça, s'il y a une chose سيور منها سي كي كانوا يديروا الحليب المركز كسو سوا الحليب المركز المحلى ولا الحليب المركز ماشي محلى تقدروا ديروا حليب مركز ماشي محلى وتزيدوا له السكر كيما تحبوا اذا جاتكم هذه بزاف حلوه استاذير كي ديروا الغير محلى نتوما تتحكموا في لا كونتيتي تاع لو سوكر لا كريم هذا واش فيها هذه هي راهي واجده تحطوا لي 3 انغريديون اونصومبل تخلطوهم خلطوهم بيان وتحطوهم فوق لو فون دو تارت اللي كون طايب تعاودوا تدخلوها في الفرن 180 دوغري حتى يولي شاد روحو شويه هاد لا فارس تولي شاده روحها شويه كي تخرجوها تكون مازالها الترومبلوت من الفوق سي توتا في نورمال حتى تدخلوها في الفريجيدار 1 اور 2 اور باش تولي شاده روحها وتقدر ثاني تتشقق لكم شويه من الفوق سي توتا في نورمال ثاني هذه هي لا كريم راهي واجده كما قلت لكم بزاف سهله استار كما قلت لكم بزاف سهله بارابور لا تارت او سيترون كلاسيك وثاني بنينه كي طيبوها وتخلوها تبرد ايتو هاوليك الريزولتا انا هنايا خليتها للكامل في الفريجيدار مي با بلوس كو سا باسكو على بالكم كي تخلو لا بات سابلي في الفريجيدار راح تطلع ويروح لها لو كروستيون تاعها فوالا دوك ما نسحق والو
نبدأ بلا ديكوراسيون. لي سيترون فير لي جايين في هذاك لارج ارشيبال اللي حكيت لكم عليه مقبل اللي جاي في الفلوريد فلوريد لوريجين تاع هاد لا ريسيت يجو صغار وبزاف سيتريك بارابور على لي سيترون فير اللي عندنا مي نيمبورت كيل تيب دو سيترون فير يفرا لافير دونك نيمبورت كيل نوع موجود اللي تصيبوه ديروه سا مارش توت اوسي بيان الوغ هنا بور لا ديكوراسيون انا خيرت نواسي بلا كريم شانتي علاش لا كريم شانتي كيما شفتوا هاد لا ريسيت الي انغاتابل لا تارت سابلي سهله بلو هاشوار بالخفوت جبناها لا غارنيتور ولا لا كريم تخوا انغريديون خلطناهم وحطيناهم الفوق هي نورمالمون في لا تارت او سيترون كاين لا ميرانغ مي لا ميرانغ فيها ان ريسك سي كو تقدر ما تطلع لكمش تقدر تيبسوها في الفرن سي بور سا كو خيرت لا كريم شانتي كي انغاتابل شفتوا لينا لا ريسيت 100% انغاتابل نجيب بلا شانتيي شانتيي طلعتها من قبل بيان سور هنا عندي اون دوي سانت اونوري هاد لا دوي راح ندير بها دي روزاس ويجيني ريزولتا شبع نحط لا شانتيي بون لا شانتيي نطريها شويه لا شانتيي تقدروا ديروا لا شانتيي بلا كريم فريش ليكيد طلعوها وحدها بالسكر ولا كريم فريش ليكيد اي ماسكاربون ديروا ميزور كريم فريش ليكيد وميزور ماسكاربون افيك 8% دو سكر وطلعوهم تجيكم اون كريم شانتيي مانيفيك سينو لا كريم شانتيي اون بودر طلعوها سوا بالحليب سوا بالماء كو تعرفوها فوالا دونك كنحطها في لادوي لا بوش ادوي موني د لادوي سانت اونوري تجي مدوره وشويه فوندو من الفوق ابخي اذا ما تحبوش كاين بزاف ناس ما يحبوش يستعملوا لادوي تحطوا ديريكتومون هكا ترفدوا تحطوا من الفوق لا شونتيي بالفرشيطه ولا بالموستواس هكا ترابي لها شويه سيترون فير من الفوق تجي هايله نزيدو في غير ميزيغ هنايا نحب جام ديفينيغ لو سونتر هكايا باش يقيديني نمسح يدي ونبدا نشبحها بهاد الطريقه الوغ هنا لازم تاخدو بزاف وقتكم باسكو هادي هي ليتاب لا بلو ديليكات في لا ريسيت اي تقدروا تستغنوا عنها ندير هنا كيما قلت لكم راهي تشقت لي من الفوق سي توتا في نورمال تبداو ديروا هكا اشاك فوا تنيتوايو لا دوي جو بريفير نجيب ان بابيي باش نتوالي به لا دوش كما كنت تشوفوا الطريقه سهله تاخذ برك شويه وقت ولازم شويه تركيز الوغ انا لادو ما حبيتش نعمرها حتى للفوق حبيت نعمر بشويه باش تجيني سهله بس كان نعمرها حتى الفوق راح تتقلي نعمرها او فيغيا ميزور
voilà belle comme la pâtisserie la décoration هي صح دونك خذوا وقتكم فيها باش يخرج لكم ريزلتات شباب. Après, bien sûr, et d'abord, habite chantier, habite quand même dire la meringue. La garniture, la crème, stamlo le jaune d'œuf ou le blanc d'œuf, dire la meringue. Un la meringue, dire temps pour temps, sucre ou blanc d'œuf. Nous faisons le blanc d'œuf taille ou nous faisons le blanc d'œuf, dire ha sucre. Juste là, combien de temps dire un filet de citron. راني قريب نكملها راني في النص C'est mal à la fin que ça se complique un peu. Pardon. Voilà, on va se caler bizarre. Je préfère n'avoir de n'amarra. On peut me les prêter. Toujours tordre l'air de la poche parce que quand tu as le hôle d'achel ou qui toi soit tu as comme la crème. Alors, prête les règles ouhda, on kemela, on chibaha le citron vert. Voilà, on commence par la douille, la poche à douille, pour que vous puissiez faire le wast, mais vous pouvez faire une rondelle de citron. Mais on va faire le bleu zeste. Alors, on commence par la finition, on se retrouve après le fils de l'entraînement, Inch'Allah. كم مشاهدينا الكرام لا تخت هنا اللي كازيمون فيني ربيت لها برك شوية زست من الفوق راح نزيد لها لا كولور فيرت هادية سور لا كريم شانتي تجي بزاف شابة تقدروا تربيوها تاني بالسيترون جون بيان سور كيما تحبوا نكتفي بهذه الكمية كما راكم تشوفوا مشاهدينا غوسات بزاف سهله وبزاف بنينه جيسبر فريمون تسيوها باسكو تعجبكم سي اوفيسيال الي ان غاتاب لا كريم تاعها فيها غير 3 انغريديون لا بات سابلي سهله كاع نعرفو نديروها تقدروا ميم تشروها راهي تتباع واجده اي لا كريم شانتيي نطلعوا برك لا بودر لو سول كوتي لي بوتيتغ واعر سي لو بوشاج باسكو استعملت هذيك لا تكنيك اللي ما يحبش يستعمل لا تكنيك هذيك يدير غير يحطها ديريكتومون من الفوق وبالمغرفه ولا بالفرشيطه وتجي شابه وبنينه وهايله مشاهدينا الحلقه تاع اليوم راهي خلاصت كما شفتوا لا تارت بزاف سهله جيسبر تسيوها وجيسبر تعجبكم ونتلاقاو في اعداد قادمه ان شاء الله سلام.